السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الدارسين والدارسات ببرنامج التعليم عن بعد جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، يسعدني أن ألتقي معكم اليوم في اللقاء الثالث أو المحاضرة الثالثة من اللقاءات الحية لمقرر محاسبة الزكاة والضريبة حسب 416 والمقررة على طلاب المستوى السابع تخصص محاسبة. كنا بدأنا في المحاضرات السابقة وخدنا أول حاجة الفصل الأول من الجزء الأول، طبعا كما شرحنا في المحاضرتين السابقتين أن المنهج عبارة عن محاسبة الزكاة ومحاسبة الضريبة. الجزء الخاص بمحاسبة الزكاة عبارة عن ثلاث فصول: الإطار الفكري، الفصل الأول هو الإطار الفكري لمحاسبة الزكاة، وده درسنا فيه التطور التاريخي لمحاسبة الزكاة ومفهوم الحساب، مفهوم محاسبة الزكاة ومحاسبة الضريبة والفرق بينهما وأوجه الشبه والاختلاف بين محاسبة الزكاة ومحاسبة الضريبة. ثم درسنا مع بعض أهداف الزكاة، ثم ما أنواع الزكاة طبعا، وتم التركيز على زكاة عروض التجارة والتي هي محل الاهتمام، لكن نحن لابد أن نمر على أنواع الزكوات. أيضا تعرضنا للمال الخاضع للزكاة، شروط المال الخاضع للزكاة. أيضا تعرضنا لبعض أيضا تعرضنا لبعض المستجدات المعاصرة للزكاة. أيضا شرحنا في المحاضرتين السابقتين شروط الزكاة ونصابها، وعرفنا أنه النصاب 85 جرام ذهب أو 595 جرام من الفضة، وعرفنا أن التقيد بعدد الجرامات لكن السعر قد يتغير من حين إلى آخر. أيضا تعرضنا لخصائص الزكاة، حيث أنها عبادة مالية ثابتة وتجبى وتصرف تحت إشراف الدولة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيضا عرفنا أن الزكاة إجبارية وأنها ليس لها مقابل دنيوي وأن سعرها نسبي. خدنا بعد كده بعض الحاجات اللي هي الأسئلة على الفصل الأول، وبدأنا أيضا في الفصل الثاني الصوت واضح إن شاء الله أخي الكريم؟ إن شاء الله واضح الصوت. مفهوم نظام الفصل الثاني حضرات، جزاك الله خير. الفصل الثاني هو نظام جباية الزكاة في المملكة العربية السعودية. بدأنا حضرات في نظام جباية الزكاة في المملكة العربية السعودية، وخدنا الأشخاص المكلفون بالزكاة، ثم الأنشطة والأموال الخاضعة لنظام جباية الزكاة. أيضا بالنسبة للأنشطة والأموال الخاضعة لنظام جباية الزكاة، يقصد بالنشاط الخاضع للزكاة جميع أوجه النشاط على اختلاف أنواعها، كالتجاري ومهني حرفي أو أي نشاط آخر مشابه يقصد منه تحقيق الربح فهو يخضع للزكاة. أيضا بالنسبة للأنشطة أو نقوله اللي هي الأنشطة أو المؤسسات المعفاة من الضريبة من الزكاة، اللي هي المؤسسات العامة باعتبارها من أموال العامة التي تستهدف تحقيق الرفاهية، صناديق التنمية وصناديق الاستثمار، الشركات الوطنية للتأمين التعاوني اللي هي المؤسسة العامة للتقاعد أو المعاشات، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عدم وجوب الزكاة في أموال واستثمارات الجمعيات الخيرية. أيضا ضمن المؤسسات المعفاة البنكي الإسلامي للتنمية، الشركات الأجنبية المسجلة في خارج دول مجلس التعاون لأنها تخضع للضريبة. ومعروف حضرات أن كل من يخضع للضريبة في المملكة العربية السعودية فهو نظاميا لا يخضع للزكاة، يعني من يخضع للزكاة
لا يخضع للضريبة، ومن يخضع للضريبة لا يخضع للزكاة. أيضا بالنسبة للأشخاص المكلفون بالزكاة، سواء كان شركات أموال، شركات أشخاص، شركات اعتبارية، أفراد، شركات الأموال وشركات المساهمة، شركات ذات المسؤولية المحدودة، شركات التوصية بالأسهم، صناديق الاستثمار، شركات التضامن، شركات المحاصة، شركات التوصية البسيطة، حتى حضرات اللي هي المشروعات الفردية أيضا تخضع. ماشي؟ طبعا تحصيل زكاة عروض التجارة حضرات ده بتحصلها مصلحة الزكاة والدخل أو هيئة الزكاة والدخل، فده حضرات منذ أن أنشئت وهي تحصل الزكاة وتحصل الضريبة أيضا. هبدأ الآن حضرات معكم بالوعاء الزكوي، ناخد فكرة بسيطة عن الوعاء الزكوي، كيف يحسب الوعاء الزكوي؟ كيف يحسب الوعاء الزكوي؟ أنا ماشي معاكم حضرات في الكتاب، لو عايز تمشي معايا في الكتاب أنا حاليا في الوعاء الزكوي للمكلفين بالزكاة 2-5. 2-5 حاليا حضرات أنا تقريبا صف 25، 2-5 الوعاء الزكوي للمكلفين بالزكاة. صفحة 23 ماشي. لا خلاف، لا خلاف بيننا. ممكن يكون في اختلاف عندي عنكم. الوعاء الزكوي حضرات للمكلفون أو المكلفين الذين لديهم حسابات منتظمة. لما تيجي تحسب وعاء الزكاة حضرات، طبعا أنتم عارفين أنا المقرر هو جزء ضريبة وجزء زكاة. الضريبة حضرات، الضريبة بتهتم بالربح، والضريبة بتفرض على الربح. أما الزكاة، الزكاة حضرات لها حسبة، الوعاء الضريبي هو الربح الضريبي، أما الوعاء الزكوي فهو له حسبة. في طريقتين لاحتساب حضرات، أول طريقة وهي اللي هي طريقة رأس المال أو مصادر الأموال، والطريقة الثانية حضرات اللي هي بتاعت رأس المال العام. هناخد الطريقة الأولى اللي هي تسمى حقوق الملكية، تسمى مصادر الأموال. المهم، الوعاء الزكوي بيساوي رأس المال المدفوع أول العام، وبين قوسين هنا عدم إضافة أي زيادات خلال العام. يعني معناها حضرات أنا بدأت بعشرة مليون أو 10,000 ريال، وجيت في 1/5 1/6 في نصف السنة في ربع السنة ضفت مبلغ، إيه وضفت مبلغ؟ أنا بدأت بعشرة مليون وجيت في 1/4 أو 1/2 حتى من نفس السنة، بدأت بعشرة مليون وجيت حضرات ضفت وليكن 5 مليون. هنا ما يدخل في الوعاء الزكوي، هل 10 ولا 15 بيدخلوا في الوعاء الزكوي؟ يعني أنا بداية النشاط كانت 10 مليون ريال، ده في 1/1، في 1/2 إضافة 5 مليون ريال لرأس المال. ما يحسب ضمن الوعاء الزكوي حضرات؟ هل يحسب 10 مليون ولا 15 مليون؟ السؤال لكم، هل يحسب 10 ولا 15؟ يحسب 10 مليون، صحيح. ايه هو ده؟ ده اللي هو عبارة عن رأس المال المدفوع أول العام. ليه؟ لأن حضرات الجزء اللي أضيف في 1/2 هو لا ينطبق عليه شرط حولان الحول، لا ينطبق عليه شرط حولان الحول، عليكم السلام. بعد رأس المال المدفوع أول العام يبقى إذن أي زيادات خلال العام لا تضاف إلى الوعاء الزكوي ولا تحتسب من ضمن رأس المال. طيب، زائد صافي الربح السنوي في نهاية العام. طبعا لما أجي أحسب حضرات وأقول صافي الربح السنوي، يبقى هنا أنا أجي أحسب الأرباح. كيف تحسب الأرباح؟ أي صفحة؟ أنا في بند 2-5 الوعاء الزكوي المكلفين بالزكاة، صفحة 25، وبعض زمايلكم جاوا 23. خلاص وصلت؟ لما نيجي نحسب حضرات، خدنا رأس المال المدفوع أول العام بين قوسين عدم إضافة أي زيادات خلال العام. بعد كده حضرات صافي الربح السنوي في نهاية العام، معروف أن الربح حضرات بيحسب عن طريق إن أنا بجيب الإيرادات ناقص التكاليف، أو صافي إيراد المبيعات ناقص صافي تكلفة المبيعات ناقص وزائد الأرباح وزائد ناقص الخسائر وهكذا.
فالمهم هنا صافي الربح السنوي في نهاية العام، ومعروف الربح السنوي كيف يحسب محاسبيا، ان انا بجيب كل الايرادات وبطرح منهم كل التكاليف والمصروفات بوصل الى صافي الربح. هنا حضرات، طب هل الربح ينطبق عليه حولان الحول؟ لا، الربح حضرات ده من ضمن الغلة اللي هي اضيفت الى رأس المال، فلا تحتاج الى حولان الحول، وحولان حولها هو حولان رأس المال، يعني هي اللي تتبع رأس المال مباشرة ولا تحتاج الى حولان الحول. يبقى ناخد رأس المال المدفوع بدون اضافات، اخد صافي الربح السنوي في نهاية العام، اخد الارباح المرحلة من سنوات سابقة. والله اذا كانت في ارباح مرحلة ولم تضف الى اوعية السنوات السابقة يضاف. يبقى اذا الارباح المرحلة من سنوات سابقة زائد كافة الاحتياطات والاستدراكات والمخصصات فيما عدا مخصص ترك الخدمة بشروط. هنا حضرات كافة الاحتياطات والاستدراكات والمخصصات، النظام الزكوي والنظام الضريبي حضرات لا يعترف بأي احتياطيات أو مخصصات. ونحن نعرف حضرات أن هناك فرق ما بين الاحتياطي والمخصص. المخصص هو تكوينه بيتم تكوينه بموجبات خسائر مستقبلية قد تكون مؤكدة لكن غير معروفة المقدار. أما الاحتياطيات فهي تكوين مبالغ أو اقتطاع جزء من الأرباح لمواجهة توسعات مستقبلية. يبقى في فرق ما بين الاثنين، لكن كلاهما يؤثر على الربح. فأنا هما الاثنين دول ماشي حضرات مصلحة الزكاة لا تعترف بهم، ولذلك أي مخصصات أي احتياطيات تضاف. باخد رأس المال، صافي الربح في نهاية العام، أرباح مرحلة من سنوات سابقة، كافة الاحتياطيات والاستدراكات والمخصصات. لما نيجي بعد شوية حضرات كاتب هو بين قوسين كده فيما عدا مخصص ترك الخدمة بشروط. هنا ترك الخدمة معناه ايه يا حضرات؟ معظم الشركات حضرات بتعمل مخصص لترك الخدمة، يعني كل اللي هيطلع من التقاعد بياخد مكافأة اسمها مكافأة نهاية الخدمة. مصلحة الزكاة والدخل حضرات لم تعترض على احتساب تلك المكافأة من ضمن المصروفات، لكن بشرط أن يكون تم دفعها. والله لو تم دفعها ماشي، طب لم يتم دفعها لا تحتسب. ولذلك كلمة مخصص يعني معناها مكونة لما يستجد، يعني سوف تدفع فيما بعد. لا، مصلحة الزكاة تقول لا، أنا أعترف بما دفع فعلا. ايضا بعد شويه حضرات لما هنيجي في المخصصات هنلاقي مصلحه الزكاه والدخل او هيئه الزكاه والدخل ارسلت تعميم او في تعميمات بخصوص مخصص ثالث اسمه مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ده حضرات لا تعترف به مصلحه الزكاه والدخل فيما عدا البنوك. يعني ورد تعميم للبنوك انها تعترف ليه بمخصص الدين المشكوك فيها كمصروف لكنه بشروط معينة سوف إن شاء الله نشرح. ماشي؟ يبقى إذن رأس المال أول العام زائد صافي الربح زائد أرباح مرحلة زائد احتياطيات زائد مخصصات زائد رصيد الحساب الجاري الدائن لصاحب المنشأة. رصيد الحساب الجاري الدائن لصاحب المنشأة أو للشريك. الحساب الجاري الدائن حضرات بعض الشركات بتستدين أو تقترض من صاحب المشروع او احد الشركاء وتعتبر هذا حساب جاري، تقول له ده ايه اسمه حساب جاري ما بيننا وما بين الشريك او ما بيننا وبين صاحب المنشأة. مصلحة الزكاة قالت هذا يعتبر او يماثل رأس المال لانه مبالغ موجودة في المنشأة مستثمرة من اول السنة، فهنا تضاف الى الوعاء الزكوي لو رصيد الحساب الجاري الدائن لصاحب المنشأة او للشريك المتضامن. رصيد الحساب الجاري الدائن لصاحب المنشأة أو للشريك المتضامن. الأرباح تحت التوزيع أو تحت التصرف إلا إذا ثبت أنها إيه معنى كده حضرات؟ إلا إذا ثبت رسميا وضعها تحت تصرف المساهمين. يعني الشركة هتوزع أرباح، طيب ماشي، وزعت أرباح ولا لم توزع؟ والله الشركة لو وزعت أرباح خلاص ماشي، ما نضيفهاش ماشي حضرات للعام السابق القادم، لكن ارباح لم توضع تحت
التصرف، يعني معناها لم توزع على أصحابهم، فده يعتبر مال سوف يستثمر في المنشأة، لذلك يضاف. إلا إذا ثبت رسميا وضعها تحت تصرف المساهمين. ده حضرات اللي هي الوعاء الزكوي ما يضاف. ثم نأتي إلى الجزء الثاني، ويخصم منه صافي قيمة الأصول الثابتة بشرط سداد المكلف لقيمتها، وأن يكون الحصر في حدود حقوق الملكين. شوف يا حضرات، من جمال الزكاة إنها بتجيب رأس المال كله وتقول يخضع، ورأس المال والأرباح والمخصصات والاعتياضيات والجاري كله، ترجع تقول إيه؟ والله الأصول الثابتة التي تستخدم في الإنتاج إحنا هنعفيها. يبقى إذن بص كده، لما تلاقي إيه الفرق ما بين الاثنين، هي الأموال المستخدمة، الأموال المستثمرة، رأس المال العامل، يعني إيه؟ لما تبص تلاقي هم خدنا رأس المال وهو، وبعدين استبعدنا الأصول الثابتة. استبعدنا الأصول الثابتة. تستبعد قيمة الأصول الثابتة، خلي بالكم الأصول الثابتة بشرط سداد المكلف لقيمتها. يعني إذن تستبعد الأصول الثابتة بقيمها المدفوعة، وأن يكون الخصم في حدود حقوق الملكية، يعني ما تزيدش عن حقوق الملكية. الخسائر الحقيقية لنفس السنة أو لسنوات سابقة. خلي بالكم يا حضرات، هنا البند الأول قال صافي قيمة الأصول الثابتة. كلمة صافي يعني معناها الأصل الثابت حاضر، مثال حاضر، يعني معناها الأصل الثابت بعد خصم الإهلاك منه، الأصل الثابت بعد خصم الإهلاك منه. المثال موجود، ممكن مثال لقيمة الأصول الثابتة، المثال على قيمة الأصول الثابتة ممكن، بس مثال كبير هتلاقيه في آخر الفصل. أو دايما إحنا بتيجي الأسئلة بتاعتنا اختياري، ماشي؟ لو أنا قلت حضرات إنه هنا أنا قلت صافي قيمة الأصول الثابتة، صافي قيمة الأصول الثابتة، أنا حضرات لو عندي الأصل الثابت اللي هو مثلا ب100,000 ريال، والإهلاك الخاص به وليكن 20,000 ريال، هنا يخصم من الوعاء الزكوي 100,000 ولا 80,000 ولا 20,000 ولا 120,000. اهو ده مثال، انتظر الاجابة منكم وبعدين هكمله. يلا، ها، ما يخصم من الوعاء الزكوي كام؟ على اساس الوعاء الزكوي خدت رأس المال وخدت الارباح وهو، يبقى اذا هنا ما يخصم من الوعاء الزكوي هو 80,000، يعني معناها صافي الاصول الثابتة، صافي الاصول الثابتة. طيب انا على سبيل المثال مثلا هنا رصيد الحساب الجاري الأرباح تحت التوزيع كافة الاحتياطيات الأرباح المرخصة صافية. لما نقول حضرات احنا خدنا مثال على رأس المال 10 و5 15، قلنا 10 بس صافي الربح السنوي، ماشي. طب انا قلت حضرات لو قلت ان صافي الربح المحسوب من المكلف، صافي الربح المحسوب من المكلف 100,000 ريال، هناك تعديلات من رجل الزكاة بإضافة 20,000 ريال كأرباح غير محتسبة، ما يضاف ضمن الوعاء الزكوي، هل هو 120 ولا هل هو 100 ولا هل هو 80 ولا هل هو 20؟ يا حضرات على صافي الربح المحتسب من المكلف ما يضاف ضمن الوعاء الزكوي كام؟ ما يضاف، ها، ما يضاف للوعاء الزكوي كام؟ سمعت المثال يا حضرات 120، ماشي. اسمع تاني اجابة،
اسمع تاني اجابة 120. تمام، حد عايز يضيف تاني؟ يلا حد عايز يضيف؟ محمد اشكرك. هناك مشاركات اخرى اتوقع انها سوف تظهر الان. هناك من يكتب 120 ألف، يعني كلكم موافقون 120 ألف؟ أيوة يا شباب. ها، أنا هنا بقول لحضرات إنه الوعاء الذكوي عبارة عن رأس المال زائد صافي الربح زائد الأرباح المرحلة زائد زائد وبعدين يخصم منه. أنا بسأل سؤال واحد، بقول صافي الربح المحتسب من المكلف ب100 ألف ريال، وأجرى رجل الزكاة تعديلات أدت إلى إضافة 20 ألف ريال للأرباح، لأن أرباح ما كانتش محتسبة. ما يضاف ضمن الوعاء الزكوي 120 ولا 180 ولا 20؟ زميلكم كتب 120، صح الإجابة، بس أنا عايزكم تركزوا في حاجة. إيه هي؟ الرجل المكلف يا حضرات مننا أو منكم بعد ما بتخلص السنة بيقدم حاجة اسمها الإقرار الزكوي زائد القوائم المالية اللي هي قائمة الدخل وقائمة الميزانية أو المركز المالي. تمام؟ فهو الراجل لما قدم الإقرار الزكوي وقدم الميزانية وحط في الإقرار الزكوي الوعاء الزكوي، فمن ضمنه حط 100 ألف أرباح، حط ضمنه 100 ألف أرباح. ماشي. فهنا السؤال بيقول ايه؟ ما يضاف ضمن الوعاء الزكوي 120؟ اجابتكم صحيحة. طب اذا تغير السؤال وكان ايه؟ ما يضاف لتعديل الوعاء الزكوي؟ ارجو التركيز، ما يضاف لتعديل الوعاء الزكوي يبقى كام يا شباب؟ لا يوجد امكانية للتحدث، لا يوجد إمكانية للتحدث على لديكم، الإمكانية للكتابة فقط. السؤال لكم مرة تانية يا حضرات، لو قلنا ما يضاف لتعديل الوعاء الزكوي، لتعديله عشان نعدله بس، هنعمل ايه؟ هو اصلا الراجل اضاف 100 في حساباته، هو اضاف 100، احنا عايزين نعدل، يبقى نعمل ايه؟ انا ايه اللي حصل؟ انا كرجل زكاة عملت ايه؟ اكتشفت انه في مبلغ لم يضاف، كام؟ عشرين الف، صح. شكرا يا محمد، بس ان شاء الله الحضور اللي معاك يتحرك شوي. 20 ألف صح. خلي بالكم، لتعديل الوعاء الزكوي يجب إضافة 20 ألف، أرجو أنكم تركزوا، لتعديل الوعاء الزكوي يجب إضافة 20 ألف. أما لو كان السؤال ما يحتسب ضمن الوعاء الزكوي فهو 120 ألف. واضح يا شباب؟ ده اللي هي إيه خاصة دي. وهناك أمثلة كثيرة حضرات، حتى أمثلة كثيرة إن شاء الله سوف أتعرض لها. رصيد الحساب الجاري، الأرباح الموزعة، وهكذا. برضه حضرات في حاجة تانية سوف جابها تعميم فيما بعد، وهي الجزئية الخاصة حضرات بمرتب الشريك أو مرتب صاحب المنشأة. مرتب الشريك أو مرتب صاحب المنشأة لا يعد من التكاليف التي تعترف بها مصلحة الزكاة والدخل. مرتب صاحب المنشأة ومرتب الشريك، لما يجي يحسب لنفسه مرتب مصلحة الزكاة وتقول له لا شكرا، هذا المرتب لا نعترف به، فيضاف. ليه بيضاف المرتب يا حضرات؟ لأن المرتب حسب ضمن التكاليف، وحتى نعدل لا بد أن نضيفه. طيب آخذ الباقي كده.
بيقول لي أرباح تحت التوزيع صافي قيمة الأصول الثابتة. الاستثمارات في منشأة أخرى سواء كانت داخلية أو خارجية، فإن كانت خارجية فهذه بالتحقق من إضافة أرباحها إلى الوعاء. خلينا حضرتك في الاستثمارات. هنا حضرات بالنسبة للاستثمارات، هنا النظام قال أن الاستثمارات تطرح، بس هنا يقصد إيه حضرات؟ يقصد الاستثمارات طويلة الأجل اللي هي اسمها استثمارات تنقلية، اللي هي بفرض اقتنائها لتحقيق ده عائد منها، وليست استثمارات بقصد المضاربة. أما إذا كانت الاستثمارات بقصد المضاربة فتخضع ولا تخصم هنا. واضحة؟ طيب بالنسبة لحضرات ده شرح نظري لكيف يحسب الوعاء الزكوي لمن هم لديهم حسابات منتظمة، اللي هم ماسكين دفاتر ومصلحة الزكاة والدخل تعترف لهم بهذه الدفاتر. ماشي يا شباب؟ الصوت واضح؟ أرى المشاركة ضعيفة شوية. نعم، أيوه، جزاكم الله خير. ماشي، يخصم الباقي يا حضرات. أما المكلفون لا يمسكون دفاتر منتظمة، تمام، فهناخد حاجة عنهم. المكلف الذي لا يمسك دفاتر منتظمة حضرات يصعب حساب الوعاء الزكوي له. أنا عايز أحسب رأس المال، وعايز أحسب المخصصات، وعايز أحسب الاعتياطيات، وعايز أحسب الأرباح المحققة، وعايز أحسب كمان الأصول الثابتة والقيمة بتاعتها والإهلاكات واو. فكيف يحسب الوعاء الزكوي لمن لا يملكون دفاتر منتظمة؟ ما عندوش دفتر، أو عنده دفتر المصلحة مش معترفة به، أو عنده دفاتر غير نظامية، بنعمل إيه؟ قال لك في هذه الحالة يتم تقدير الوعاء الزكوي كما يلي: رأس المال في أول العام. طيب نعرفه إزاي؟ يحدد بأي طريقة يستطيع أن يصل إليها رجل الزكاة، ويحدد بكافة الطرق، سجل تجاري، عقود شركة، أي مستندات تظهر حقيقة رأس المال يستخدمها رجل الزكاة في الوصول إلى قيمة رأس المال. إحنا ما عندناش الباقي، فناخد رأس المال زائد الأرباح وخلاص. أما الأرباح فالأرباح الصافية آخر العام على ضوء مجموع العمليات التي باشرها المكلف، يعني كل عمليات البيع اللي جنبيها، بشرط ألا تقل نسبة صافي الربح عن 15% من الواردات العامة. يقصد على من يقومون بالاستيراد. وفي حضرات تعميم قال إنه الناس اللي بيستوردوا مواشي ناخدوا رأس المال وأرباحهم 5%، الناس اللي بيستوردوا فواكه وخضار تحدد أرباحهم بنسبة 10% من وارداتهم، أما باقي أوجه النشاط ناخده 15%. ماشي؟ طب هذه عليها أمثلة؟ نعم عليها أمثلة، بس بعد ما ناخد بعض التعميمات أو رأي الهيئة في بعض نقاط الخلاف اللي هي بعدها. بيقول لي هنا: المواد والمهمات إن كانت من الأصول الثابتة والتي تصل مستودعات الشركة ولم تدفع الشركة إلا بعض ثمنها لا يخصم. يعني هنا حضرات بيقول خلي بالكم من حاجة، إحنا لما قلنا إن أنا بآخد رأس المال زائد الأرباح زائد زائد وأرجع أطرح صافي قيمة الأصول الثابتة. طيب افرض وجدت مواد ومهمات من ضمن الأصول الثابتة، هل تعتبر أصول ثابتة ولا لا؟ قال لك أي مواد أو مهمات غير معدة للبيع، يعني معدة للاستخدام، معدة لتسهيل عملية الإنتاج، ماشي، يعني هي تستهلك أو تتركب أو تصيانة للماكينات والآلات والوصول، فهذه تعتبر أصول ثابتة. وتطرح أيضا زيها زي الأصول الثابتة، بس نطرحها بالقيمة اللي اتدفعت فيها، يعني ما نطرحهاش بكامل قيمتها، اطرحها بقيمة
او بالقيمه التي دفعت فيها فقط. ماشي؟ لو واحد قال لي مثال على الكلام ده، لو انا قلت لك مواد ومهمات موجوده داخل المنشاه تقدر بمبلغ وليكن 100,000 ريال، تم احتسابها في تم احتسابها ضمن الوعاء، في حين أن المسدد منها فقط 75,000 ريال لتعديل الوعاء الزكوي، يجب إضافة 100,000، 75,000، 50,000، 25,000 ريال. ها رأيكم؟ ها أسمع من يركز. اللي مركز معايا هيعرف. شكرا لك يا محمد. الباقي سارة انتظر تكتب. أفراح تكتب 25. سارة كتبت 2500، نعتبرها 25، ما فيش مشكلة. 25 أحمد لم أطبع المذكرة. أشكرك يا أخي، لكن أنا ذكرت المثال أمامك الآن، كان من الممكن أن تكتبه معي، لكن ما في مشاكل. أنا بقول الآتي، إنه الأصول المواد والمهمات قدرت ب100,000 وأدرجت ضمن الوعاء. كلمة أدرجت ضمن الوعاء حضرتك يعني تم تسجيلها في المكان الصحيح لها، يعني اتخصمت. في حين أن المسدد منها 75، يعني في 25,000 ما دفعوش، يبقى هنا تسجل بالقيمة التي دفعت فيها ب75. طب هو حاط 100,000 خصمهم، المفروض يخصم كام؟ 75. طب خصم 100، يبقى زاد في الخصم 25. طب للتعديل نشيل من الخصم، يعني نزود على الربح، نزود على الربح، ولذلك حضرات يضاف 25,000. طبعا إجابة صحيحة اللي هي 25,000 صحيحة. ماشي، هاجي حضرات لي وجوب تحصيل. ثانيا، وجوب تحصيل الزكاة عن ديون الشركة إذا كان سبب عدم تحصيلها يرجع للشركة نفسها. وجوب تحصيل الزكاة عن ديون الشركة إذا كان سبب عدم يعني أنا حضرات لك دين، شركة لها دين برا، والمدين ممتلئ يعني لا يعاني من الإفلاس، وحان وقت الدين، لماذا لم تحصله؟ قد يكون السبب وراء ذلك أنك تريد خصمه، تمام؟ ولذلك هنا حضرات قال لك وجوب تحصيل الزكاة عن ديون الشركة إذا كان سبب عدم تحصيلها يرجع للشركة نفسها. ماشي؟ فأنت لو حصلتها كانت تعتبر مبالغ نقدية عندك. ماشي، عدم وجوب الزكاة في الإعانة الحكومية إلا بعد قبضها، ده حضرات خلي بالكم جزئية مهمة دي. عدم وجوب الزكاة في الإعانة الحكومية إلا بعد قبضها، عارف معنى ذلك إيه؟ إن الإعانة الحكومية يدفع منها الزكاة. الإعانة الحكومية هي عبارة عن مبلغ للشركة لا يرد، هو ليس بقرض ولكنه إعانة، إلا بعد قبضها، يعني عندما تقبض، يعني عندما تقبضها المنشأة. رابعا، المبالغ التي تحصلها الشركة مقدما من العملاء تجب الزكاة فيها عند مضي سنة على امتلاكها إذا كانت البضائع قد تم إنتاجها ولم تسلم للمشتري لأسباب تعود عليه. هنا حضرات المبالغ التي تم تحصيلها مقدما، المبالغ التي تم تحصيلها مقدما، ده حضرات ايضا تخضع، مدام الناس كان المفروض يعني يتم تقديم السلعة، تم تقديم السلعة ولم تسلم للمشتري لأسباب تعود عليه، يعني تم التصنيع واو ومع ذلك لم يتسلم. المبالغ المحصلة مقدما ولم يحل عليها الحول لا تخضع. خلي بالكم من دي حضرات، انها المبالغ المحصلة مقدما ولم يحل عليها الحول لا تخضع.
ايضا فقره 13 حضرات تفويض مدير عام مصلحه الزكاه بان يقوم بالتقسيط. يجوز حضرات تقسيط، يجوز تقسيط مبلغ الزكاه بما لا يتجاوز 500,000 ريال لكل مكلف، لكنها وفقا لضوابط معينه اللي هي الشروط بتاعتها، لا تزيد مده التقسيط على عدد سنوات الضريبه او الزكاه. يعني واحد الحضرات ما دفعش الزكاه ليه سنتين وجينا حسبنا عليه الزكاه لقيناها مبلغ معين، يقول لك انا محتاج اقسط هذا المبلغ. نعم، بعد فحص حالته يتم التقسيط، ماشي، بس بشرط الا يزيد عن السنتين. خلال السنتين لازم يكون مسدد سواء كانت ضريبه او زكاه. يبقى لا يجوز زياده اقساط تقسيط مبلغ الزكاه او مبلغ الضريبه اكثر من سنوات التحاسب. لابد ان يكون التقسيط اقصى حد له سنوات التحاسب. لا يمنح المكلف شهاده نهائيه بتسجيل الا بعد تسديد كامله يشمل الزكاه والضرائب والغرامات. المكلف هنا حضرات ما ياخدش شهاده غير لما يخلص، ماشي، لا يشمل التقسيط الزكاه والضرائب او الغرامات التي قام المكلف بحجها من المنبع. دي حضرات زي ضريبه القيمه المضافه او الضريبه الانتقائيه. لما اجي اقسط الضرائب ما ينفعش اقسط الضرائب بتاعت القيمه المضافه، لانه هو اصلا حصلها من الناس، حصلها التاجر، حصلها من المستهلك. يجب ان يقوم التاجر بتوريدها لمصلحه الزكاه. هو لم يوردها او لم يدفع لمصلحه الزكاه، وهنا لا يتم الموافقه على تقسيطها، لان هذه مبالغ هو حصلها من المستهلكين. اما ضريبه الدخل، اما الزكاه المستحقه عليه وعلى نشاطه، فيجوز تقسيطها على فترات زمنية لا تزيد عن مدة التحاسب. يلغي التقسيط في حالة التوقف عن تسديد قسطين ورا بعض. يجب التأكد قبل التقسيط من عدم ملاءة المكلف بشتى الطرق، يعني يتأكد انه هو ما عندوش مبالغ يسددها فعلا. الديون التجارية المكلف على غير مدين وعائلة إذا قدم، ماشي. بعد كده 2.6.2، لو في ديون حضرات للمكلف غير المسجلة على المدين يجب أن تضاف. عدم إضافة استهلاك الأصول الثابتة أو مخصصها للأصل. فاكرين يا جماعة لما قلنا إحنا يضاف ضمن الوعاء الزكوي المخصصات والاحتياطيات؟ المخصصات والاحتياطيات حضرات لا تشمل مخصص الاهلاك. كلمة حضرات المخصصات والاهلاك يقصد بها مخصص ديون مشكوك فيها، مخصص هبوط اسعار بضاعة، مخصص هبوط اسعار اوراق مالية، ماشي، مخصصات الضرائب، مخصصات مكافأة ترك الخدمة، كل المخصصات ما عدا مخصص الاهلاك. ليه؟ مخصص الاهلاك حضرات ما اسموش مخصص، المفروض يسمى مجمع الاهلاك. فاذا مخصص الاهلاك هو خساره حقيقيه فلا يحسب من ضمن المخصصات، ماشي؟ ده هذا هو التعميم. يجب اضافه ما يتقاضاه الشريك المتضامن السعودي من راتب او اجر. دي حضرات انا شرحتها من شويه. وتم تقسيم المكاتب العقاريه الى الف وب وجيم ودال ودال. ويعني المكاتب العقارية حضرات اللي بتقوم بعملية تأدية الخدمات، اللي هي المكاتب العامة اللي هي خاصة بعمليات اللي هو التأجير والبيع الأملاك وتأجير المباني والأراضي والشقق والفلل والفنادق وهكذا. بيقول لي مكاتب عقارية ألف ووعاءها الزكوي لا يقل سنويا عن 300. الوعاء الزكوي ليه؟ المكاتب ب لا يقل عن 180، جيم لا يقل عن 120، د لا يقل عن 60، هاء لا يقل عن 30، واو لا يقل عن 15. طيب ده حضرات مصلحة الزكاة حددتها وقالت لكل مكتب انت فئتك كام؟ فهو وفقا لفئته يحسب حساباته ويقدم لنا وعاء زكوي، بس بشرط لا يقل عن، بشرط لا يقل عن الأرقام المحددة لكل فئة. بالنسبة حضرات لمرسوم الملكي رقم 40 ميم على 40، طبعا ده تعرضنا ليه حضرات في المقدمة، انها تجبى الزكاة كاملة من جميع الشركات والمؤسسات وغيرها من الافراد ممن يخضعون للزكاة، لان هناك تعميم كان يجبى نصف الزكاة
ثم جاء هذا التعميم فقضى بتحصيل كافة الزكاة، يعني زكاة كاملة من جميع الشركات والمؤسسات، وتتصرف فيها الدولة وتوزعها على مستحقين. أيضا سابعا مخصص دي المشكوك فيها للبنوك حضرات، كما اتفقنا عليه انه يعتبر من ضمن التكاليف واجبة الخاص، وهناك بعض البنود التي تؤيد هذا. 2.6 جميع المعدات من مباني وسيارات وادوات عمل ليس معد للبيع لا زكاة فيها، تحدثنا عنها برضه حضرات. قرض الدولة اللي هو زكاة قروض الدولة حضرات حال عليها الحول، جميع ما لدى الشركة من سيارات أو مكائن أو قطع غيار مما أعد للبيع عليها زكاته. أعد للبيع عليه زكاته، غير معد للبيع لا زكاة فيه. رجاء أنت راح تركزوا، ممكن تيجي صح وغلط دي، ماشي؟ ماشي؟ ليه؟ على بقول يا حضرات، مكائن، قطع غيار للأصول الثابتة تعتبر أو تحسب ضمن الوعاء الزكوي في كل الأحوال، صح ولا خطأ؟ قطع الغيار وقطع غيار الأصول الثابتة تحسب ضمن الوعاء الزكوي في كل الأحوال، أو خلينا نقول تخضع عشان تكون واضحة أكتر، تخضع للزكاة في كل الأحوال، صح ولا غلط؟ أسمع إجابتك. أيوة أحمد بارك الله فيك، بس خليها خطأ. أحمد أشكرك، خطأ صح. طب عارفين يا حضرات، لو غيرنا وقلنا قطع الغيار والأصول، أو قطع غيار الأصول الثابتة المعدة للبيع تخضع للزكاة، صح ولا خطأ؟ أحمد برافو عليك يا أحمد، أفراح، جزاك الله خير. ها حد عايز يكتب تاني ولا خلاص؟ ماشي، أنا هقول سؤال تاني وجاوبت من الباقي. قطع غيار الأصول الثابتة، قطع غيار الأصول الثابتة المعدة لصيانة أصول المنشأة تخضع للزكاة أو لا تخضع للزكاة. قطع غيار الأصول الثابتة المعدة لصيانة أصول المنشأة لا تخضع للزكاة، صح ولا خطأ؟ ليه ما حدش عايز يكتب؟ خطأ. صح، أحمد كتب صح، لا كتبت خطأ. طيب تعال حللوا يا حضرات، شوفوا صح ولا غلط. أنا قلت حضرات قطع غيار الأصول الثابتة المعدة لصيانة أصول المنشأة، يعني قطع غيار جايبينها عشان يركبوها في حالة وجود مشكلة في الأصل الثابت، هل تخضع؟ إيه الأصل اللي عندي؟ أو إيه اللي أنا أبني عليه؟ اللي أنا ببني عليه هل المنتج ده هنبيعه ونحقق فيه ربح؟ ولا هيدخل في ضمن الأصول الثابتة؟ والله إذا كان هنبيعه هنحقق من وراه ربح، أو هنبيعه أو هو معد للبيع، فهنا هيخضع. إذا كان أصلا إحنا مشترينه لنعمل صيانة للأصل الثابت فلا يخضع، يبقى ده يعتبر ضمن الأصول الثابتة وبالتالي لا يخضع، ماشي؟
يبقى إذن لو كان المثال قطع غيار الأصول الثابتة المعد لصيانة أصول المنشأة لا تخضع للزكاة، الإجابة صحيحة. ماشي. الأرباح فيها الزكاة تبعا لأصلها وحولها حول الأصل، يعني السنة بتاعتها هي سنة الأصل. أما ما تستفيد الشركة من نقود بقرض أو هبة أو ورث فيخضع بعد حولان الحول. أكمل بس ناخد 5 دقائق تانية إضافي، معلش نزود في المحاضرة دي شوية نظري عشان المرة الجاية إن شاء الله نخلي عملي عامة. ضمن مصروفات سنوات سابقة تعد مقبولة بعد التأكد منها مستنديا، في جدول هنا هتلاقيه الموضوع والمعالجة. مصروفات السنوات السابقة تعد مقبولة بعد التأكد منها مستنديا. مصروفات سنوات سابقة، المصروفات اللي حضرتك بتاعت السنوات السابقة اللي هي عند بداية المشروع، مصروفات لم تسجل، ما حسبناهاش ضمن السنوات السابقة، طب نعمل ايه؟ مصلحة الزكاة توافق عليها، بس هات لي المستندات اللي تأكد كلامك. مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في شركات المساهمة تعتبر من المصاريف واجبة الخاص. طب ليه هو جابها هنا؟ لأنه من شوية كان قال لك ايه؟ مرتب الشريك المتضامن لا يعتبر من ضمن التكاليف. مرتب صاحب المنشأة لا يعتبر من ضمن التكاليف. طيب مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة، لا دول يعتبروا من ضمن التكاليف واجبة الخصم، يعني لا يعامل نفس معاملة مرتب الشيء. على الاستثمارات زي ما قلتها حضرات من شوية، طويلة الأجل تخصم بهدف المضاربة تخضع، أو أقول لحضرات طويلة الأجل لا تخضع، قصيرة الأجل تخضع. خلي بالكم في كل الأحوال حضرات قصيرة أو طويلة بيخضع الربح للزكاة، لكن لو قصيرة يخضع الربح والأصل، يعني المبلغ المستثمر زاد الربح، أما لو طويلة الأجل يخضع الربح فقط. الاستثمارات الخارجية حضرات اللي هي اسمها استثمارات القنية، كلمة قنية حضرات هي معناها الاقتناء. الاقتناء يا حضرات ده معناها استثمار طويل الأجل لا يخضع، تخضع الربح بس. أما استثمار قصير الأجل فده يعتبر مضاربة، فيخضع المبلغ الذي استثمر زائد الأرباح التي حققها. أما في حالة القنية يعني طويل الأجل فيخضع للزكاة الأرباح فقط. المدفوعات تحت حساب إقامة مباني معدات آلات ده حضرات تعتبر ضمن الأصول الثابتة، يعني لا تخضع بس بشرط دفعها. طبعا رأس مال المصنع ده هيحتاج مثال نبقى ان شاء الله نقول عليه. لا يقل رأس مال المحاسب عليه عن 25% من رأس مال المصنع المدفوع في حالة تقديم حسابات فيؤخذ بما هو وارد، ان شاء الله نقول نسكر على المثال. تاريخ بداية المحاسبة طبعا ممكن توصل لها الهيئة عن طريق مستندات كتير. قروض الشركات الشركاء في شركات ذات المسؤولية المحدودة زيه زي رأس المال. مصاريف التأسيس ومصاريف ما قبل التشغيل زي ما اتفقنا عليها حضرات، احنا قلنا فوق مصروفات سنوات سابقة، وجات هنا حضرات كلمة مصروفات التأسيس. الفرق ما بينهم حضرات ان مصروفات التأسيس هذه قد تكون مصروفات كبيرة نسبيا، فمصروفات التأسيس يتم تقسيمها على سنوات، يعني انا يعني تعتبر مصروف صحيح تمام، وغير كده انها تعتبر اصل. ماشي. انا لو قلت لك يا حضرات انه مصروفات سنوات سابقة 400,000 ريال تقسم على 4 سنوات يحسب ضمن تكاليف السنة الاولى مبلغ، يحسب ضمن تكاليف السنة الاولى مبلغ 400 ولا 300 ولا 200 ولا 100. هختم بيها دي حضرتك ما اطولش عليكم، بس رجاء المشاركة السريعة. مصاريف التأسيس انا احنا قلنا حضرات بتقسم على سنوات، ده مصروف بدل ما نحطه في سنة واحدة والسنة الواحدة دي هتؤثر على الربح، لما يعني تلاقي سنة واحدة يتحط فيها مبلغ مصروف التأسيس فهتدي خسارة اكيد،
لكن قال لك إيه؟ يتم توزيعه على عدد من السنوات يتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات. فبفرض أنه مصروفات سنوات سابقة كانت 400,000 ريال تقسم على 4 سنوات، يعني اتفقنا نقسمها على 4 سنوات. السؤال لكم يا حضرات، اللي يتحسب السنة دي أو السنة الأولى من ضمن التكاليف منها كام؟ 100,000. ممتاز 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 أفراح، ممتاز محمد، جزاكم الله خير، والباقيين مشاركين إن شاء الله وجزاهم الله خير. هنا حضرات الذي يحسب 100,000 ريال، عارفين يا حضرات 100,000 ريال بقيم كام؟ يبقى إذن يحسب ضمن التكاليف، يعني ده يحسب ضمن التكاليف واجبة الخصم 100,000 ريال، تمام؟ يحسب ضمن التكاليف واجبة الخصم 100,000 ريال. وهنا يمكن كانت ايه؟ وال300 ايضا حضرات تتخصم، بس تتخصم كاصل عشان تبقوا عارفين. مرتب رواتب ومكافآت الشركاء في شركات الاموال المختصة ذات المسؤولية المحدودة، كل ده حضرات بيدور حوالين مرتب الشريك المتضامن، الا ان هناك بعض الفتاوى الخاصة به. لكن يا حضرات احنا هنا بنعامل انه رواتب ومكافآت الشركاء في شركات الاموال المختلطة ذات المسؤولية المحدودة او شركات التضامن، ان مرتب الشريك المتضامن لا يحتسب او لا يعتبر ضمن التكاليف واجبة الخصم. المكافآت والمرتبات يا حضرات الشريك المتضامن لا، للمرتبات والمكافآت وفوائد رأس المال إذا احتسبت للشريك المتضامن أو لصاحب المنشأة لا تعتبر من ضمن التكاليف واجبة الخصم. ده حضرات بالنسبة لرواتب ومكافآت الشركاء. طبعا يبدو ان احنا مش هنقدر نخلص هذا الفصل، فاحنا هنتوقف عند الجزئية الخاصة بالرواتب. الجزئية الخاصة بالرواتب. سؤال، تفضل يا اخي احمد. لا هنا هقول لك ملخص ليها لكن احنا هنشرحها. عقود التوريد نفسها لا عقود التوريد الحكومية، عقود التوريد الحكومية او غير الحكومية لا تخضع، لكنها تخضع العقود المصاحبة لها، العقود المصاحبة لها، والعقود المصاحبة لها إن لم ينص عليها فتقدر بنسبة 10%، وهناك حسبة لها إن شاء الله سوف نضيفها ونشرحها لك. هنا العقود الحكومية هل تختلف طريقة المحاسبة ما إذا كانت إنشاء أو توريد؟ هو العقود الحكومية من القائم بها الحكومة لا تحقق أرباح، أما إذا كان قائم بها أفراد فالتوريد عامة لا يخضع، لكن تخضع العقود المصاحبة له. ماشي، ده بالنسبة للتوريدات، وهيجي شرحها في الزكاة وهيجي شرحها في الضرائب بإذن الله. ماشي حضرات، يبقى احنا وصلنا حتى الفصل الثاني، شرحنا لغاية رواتب ومكافآت الشركاء في شركات الأموال المختلطة ذات المسؤولية المحدودة. ان شاء الله حضرات بكرة ربنا يكرمنا نكمل هذا الفصل ونحاول أن نغطي باقي الأسئلة الخاصة بهذا الفصل إن شاء الله رب العالمين. أي استفسار آخر يا شباب؟
هنغطي كل الاسئله حضرات اللي موجوده في الفصل حتى لا تقلقوا يعني. كل الاسئله اللي خاصه في الفصل هنغطيها معكم باذن الرحمن. ماشي؟ فاحنا شرحنا جزئيات يعني بيدور حواليها امثله كثيره او امثله كثيره في الاسئله، ده هذا هو السبب اللي احنا خليناها شرحناها نقطه نقطه يعني. ماشي؟ اي استفسار؟ شكرا لكم طلاب المستوى السابع تخصص محاسبة، كنا معكم في مقرر محاسبة الزكاة والضريبة. نلتقي معكم بإذن الرحمن غدا في موعد المحاضرة القادمة بإذن الله، وجزاكم الله خيرا وفي رعاية الله، تفضلوا مشكورين.